صادق. شحال داير هاد القمري هذا؟ شحال داير؟ 70. الله يسخر لكم اخويا تبارك الله. كتقولوا مليون. السن ديالو شحال داير؟ السن ديالو شحال داير السن؟ 14 عام. اللهم يسر اخويا. انتم القمري عنده 14 عام كيقول فيه مليون. الله يسر كل واحد. المقدم ديال الصربة اي واحد تبارك الله تبارك الله. زرق حديدي كيقولوا خمسة. زرق كحل كيقولوا خمسة ديال المليون. اللهم بارك. هانتوما كتشوفوا اللوريقات ديالو كيقولوا خمسة ديال المليون. أربعة ديال المليون ونص. خوت يقول ستة ديال الملايين إلا جابها الله. سنة الحليب الإخوان تبارك الله. زرق حديدي هانتوما هذا اللوريقات ديالو الاخوان. غنشوفو السن ديالو شحال داير تبارك الله. 13 مليون 20 الاخوان بدات 2012. اللهم بارك. الله يسر كل واحد الاخوان. اثنين مركوب ناضي دار بالبارود ودار بالطريق تبارك الله. اللهم يسر تبارك الله. جا من واد زما الاخوان كيقول فيه 3 د المليون. الله يسر ليه. الله تبارك الله. اللهم بارك. خويا السن شحال دايرين هادو؟ 7 سنين. او الزرق 5 سنين تبارك الله. هذا 7 سننين وهذا 5 سنين مازال على الله. الزرق 5 سنين وهذا البرقي هذا 7 سنين تبارك الله. اللهم بارك. الزرق عنده الوراق. الوراق ديالو هادو هادوك بيديغري الاخوان تبارك الله. 39 39% ويمشيو نشوفو كيتا شي حاجة ناضية الاخوان تبارك الله. جوج حيوان ملاك. الزرق عندو الوراق ديالو و القمري و البرقيلا برقي محروس كحل ركاب ياك. تبارك الله. اللهم بارك. اللهم يسر اخويا. هذا من الصربة ديال ايت واحد تبارك الله. كان غال بارود ما كان غاد. هذا عنده عامين ونص الاخوان. برقي محروق. وانتوما تعطات فيه 160. يوسف من الفريال الاخوان. هانتوما الاخوان هذا بالكارطة ديالو 6500 درهم كيقول. اللي معطية اللي معطية واقيلا 6500 درهم ولا طالب ما سولتش مزيان. احلى 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 سير احلى احلى سير سي جماعه سير سير هدايا العود هدا سير. العود الابيض يا بابا. سلام عليك يا بابا.
خويا فتح فلوق ضروري سوق ثلاث لايف في سميتو سوق ثلاث كل شيء كيتلاح في الناس لا هذا كيبقى فلوس هذا هانتوما تبارك الله هذا بيض حليب زياده وخلوق هو كيتخلط والله مريض شي خضر ما يداوي طبيب والله مريض بالخضر ما يداوي طبيب هذا زياده وخلوق هذا واقيلا بيض حليب كيبقى في اللون ديالو اصيلي قال لك واد ضم زين وخبزو بنين تبارك الله اللهم بارك هانتوما الناس اللي كيسولوا على عود بيض حليب هذا بالوريقات ديالو اللهم بارك واحد القمري جاي نبارطاجيو معكم عنده الوريقات ديالو بيضاوي طبيب سمعوا اش كيقول لكم الاخ اسماعيل هذا بيض حليب ولا مريض بالغدر ما يداويه طبيب ياك اللي مريض بالغدر ولا لا دواء صافي كل اللي في الغدر ديال المطبيعه صافي جوك لي الطعام ويغادرك على طول العام الله يحفظك هانتوما كتسمعوا من الاخ اسماعيل كلمات زويونين وكنقولوا على الواقع كنعيشوه الواقع المعاش شكرا لك خويا اسماعيل على هذه المعلومات اللي كتشارك بها الجمهور الله يحفظك هانتوما الاخوان اللي مربي مع باه في الاصل ما عمرو يكون غدار واللي مرافق مع العيالات ديما يكون غدار عارفين صافي نيشان نيشان هانتوما كاين ما يدار عندي يا سين قال لي السين حاب مولانا وخاك الوطن بالباله هكاك وكل شيء على الرزه السي يا سين اخويا دير الرزه دير الرزه كل شيء على الرزه كاسكاقه هلا دير الرزه يا سين دير مالو ها دير مالو قال لي السين حاب مولانا وخا يكون مغطي وخا بالباله هانتوما الاخوان سنا الحليب الاخوان يلا كيكسر ثنايا مازال ما عطاوش يقولوا سبعة ديال المليون الا جابها الله الاخوان والوراق دوريجي تبارك الله اللهم بارك القصب تبارك الله كاين حافر خصو شويه ديال الباراج هي غدا الامور تبارك الله ما تذكروش عليه اللهم بارك الله يسر ثم ايوب غادي اليوم قال لك غيخلص عليا الشواق عقلوا المتتبعين في اخر الفيديو غنقول لكم شنو كاين شو كيشوف ايوب وكيفكر صافي الله يسامح الله يسامح سامحوا ما نفكرش لا سامحوه سامحوا ايوب ياك صافي كلمه كلمه مشات وديت ايوب ممكن ما قلت لكم خديها لكم الشمال اللي كيطلب الاخ العربي طويبه كيطلب فيه 7 ديال المليون 7 المليون حتى قول مزيان السي مالك تقرض ديك اللسان 7 ديال المليون كيطلب فيه والله يسر لكل واحد والله يدير سيول ديال الخير الاخوان واحد عبد الخير اللهم بارك شوف اش دايرين ثلاثين مليون شنو قال لي مولاه ما يتباعوش ياك حيد قال الشوفه ياك ديال من؟ ديال الصالح هانتوما تبارك الله كاين المعنى تبارك الله اللهم بارك المليح هذا لكم الجمهور نقشوا عينيكم بهم هذا تبارك الله اللهم بارك اللهم بارك حسنا معنا دو أخويا.